كنا وقفنا على موضوع النوت بوكس اللي هبعتها لكم ان شاء الله هتكون يعني محلوله. تمام. بالنسبه للسؤال، احنا كنا بنتكلم على ملف الاكسل. فانت اللي هيحصل كالتالي، هيدونا ملف اكسل وهيقول لك اعمل لي اناليسز، ومن الاناليسز دي بنطلع شويه اسئله واستفسارات. كل طالب طبعا بيطلع بناء على فهمه للموضوع. التي ام اي هنا خلي بالكو محتاج ابداع شويه، يعني محتاج ابداع بقى في الشغل. انا هساعدك وببعت لك نسخه محلوله خالصه تماما، بس بيكون عليك انك تغيرها، لان الدكاتره بيدققوا جدا 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 في موضوع الكوبي. تمام. السؤال الاخير والرابع ده بيكون سي ار ريسيرش عادي جدا. طبعا السؤال الثاني والثالث هم اللي بيكونوا الازمه عندنا، لان احنا بنشتغل في جزئين، جزء في الوورد بعدل في الكتابه والصياغه، والجزء الثاني بشتغل على الاناكوندا، على الكودينج بقى بتاعي بناء على الاسئله اللي انا هحطها. هحط اكواد تحقق الاسئله دي او تحقق اجابه الاسئله دي بمعنى اصح. طبعا بنعمل لها محاضرات، مطوله في موضوع وقت التي ام اي لما هينزل ان شاء الله. انا بس حبيت اديكوا هنت ان احنا هنشتغل في التي ام اي، هنشتغل فيه كلنا مع بعض، وانا هساعدكم باذن الله على قد ما اقدر. تمام. ده الكونسيرن الوحيد في الماده كلها، ان التي ام اي بيكون بالنسبه للطلبه جديد، فمحدش يتصدم لما ينزل، محدش يخاف، عادي ما فيهوش مشكله. احنا هنشتغل بس على كذا فيز، على مراحل، عشان ما ناخدوش كده وان تايم شوت. اوكي. ده بالنسبه للماده بتاعتنا. انا يعني ما فيش عندي اي حاجه تاني. اللي عنده سؤال او عنده استفسار، كان في ناس بعتني بيقولوا لي عايزين لينك ننزل بيه برنامج الاس كيو ال. بالنسبه للاس كيو ال، انا هبعت لكم برنامج تقدروا تنزلوه على اجهزتكم، برنامج بسيط جدا 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 بيوزر نيم وباسورد، تقدروا تجربوا عليه اي كود انتوا عايزينه. الاناكوندا نافيجيتور دي موجوده فري على الانترنت، وبمجرد ما بتفتحوها، بتفتحوا الويب سايت بتاعه، هيديتكت هو الجهاز عندكم، بتعملوا له داونلود. هو تقريبا حجمه 500 ميجا، وبيتعمل انستليشن، امشوا مع البروسيس. وانا غالبا هعمل لكم يعني في فيديو عن خطوات الانستليشن بتاعها هبعته لكم. والاس كيو ال نفس الوضع، هبعت لكم لينك تعملوا منه داونلود للبرنامج ده، وفي فيديو عشان تشغلوا اليوزر نيم والباسورد بتاعته وتبداوا تعملوا راننج ليها. طبعا دي مش هنحتاجها دلوقتي غير لما نبدا ندخل في البارت رقم 9 اللي هو الخاص بالاس كيو ال، لان من 8 احنا هنشتغل بالورقه والقلم. اوكي. طيب استفسارات، اللي عنده استفسار او عنده سؤال. باشمهندس يا حبيبي اتفضل. حضرتك قلت ان من 1 ل 8 هيكون الشغل سبحان الله نظري، من 1 ل 6 عشان نكون ادق. تمام. فانا كواحد بقى هدرس، المطلوب مني اعمل ايه؟ تفهم فقط لا غير، لان الاسئله اللي هتيجي اسئله اختياريه. اعمل ايه بس؟ ما سمعتش والله. هتفهم الفيديو اللي انا هبعته الخاص بالشرح. ليه؟ شوف انا واقعي، انا ما بحبش اضحك على حد. من 1 ل 6 الكميه النظري كبيره. تمام. فانا هعمل ايه فيها؟ الملخصات اللي انا شرح منها مقلل الكميه على قد ما اقدر، لان لو هتفتح انت مثلا لو نزلت سلايدات، طبعا هم عاملين حركه ايه هي؟ ان كل بارت فيه تو كل سيشن فيه 2 بارت. يعني على سبيل المثال سيشن 1، سيشن 1 ده فيه بارت 1 وبارت 2، سيشن 2 فيها بارت 3 وبارت 4. كل 2 مع بعض لو جيت تفتح سلايدز دول تقريبا 200، دول مش فاكر كانوا تقريبا 250، كميه كبيره جدا من الداتا. فانا ملخص على قد ما اقدر على اساس تاخد المعلومات المفيده بالنسبه لك واللي جات عليها اسئله قبل كده. تمام. دورك ايه؟ تعمل ايه؟ افهم. مش هقول لك احفظ نهائي، افهم كويس قوي، هتلاقي الكلام كله مفهوم. تمام. فهم 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 فهم. طب ايه اللي يثبت المعلومه؟ انك تحل من نماذج امتحانات سابقه. وانا عامل ملف ام سي كيو، ملف فيه اسئله اختياري جات على مدار ال 100 ترمات اللي قبل كده، تقريبا بتاع 100 سؤال ولا حاجه. فانت بعد ما بتفهم تبدا تشوف مين ملف الاسئله الاختياري دي عشان تشوف شكل السؤال عامل ازاي. الكلام ده من 1 لغايه زي ما قلنا لغايه كام؟ لغايه 6، وبارت 5 وبارت 6 في سيشن 3 دول.
ايه تاني؟ حد عنده اي استفسار تاني او كونسيرن تاني في المادة، او سمع عن حاجة عن المادة عايز يفهم منها حاجة؟ باشمهندس بالنسبة للتيم ايه؟ اه ها محتاج منك مجهود كام يوم يعني؟ هل اعلى مثلا ممكن اعدي 5 ايام عشان اخلص، ولا عادي ممكن اخلي يوم يومين اخلصه؟ 5 أيام كافي جدا، حلو تمام، 5 أيام كافي جدا، ده كافي 10 بزيادة كمان. شوفوا، أنا من دعاة تنظيم الوقت، إحنا فاشلة في تنظيم الوقت. أنت لو عديت عدد الساعات اللي أنت بتضيعها في اليوم، لو أنت، أنا بتكلم في فترة المذاكرة مش فترة الأجازة، يعني فترة المذاكرة أنا عارف إن في ناس عندها شغل، وفي ناس أولياء أمور وعندهم ولاد، فما بيكونش يومه فاضي قوي زي ما أنا، بس إحنا برضو هتلاقي في وقت أنت تقدر تستقطعه ساعة أو ساعتين كل يوم، إن شاء الله حتى 45 دقيقة، بس بما يرضي الله. لو نظمت وقتك 45 دقيقة للمذاكرة كل يوم أو ساعة على حسب ما أنت تقدر، واعتبرت إن التوقيت ده خلاص مقدس لازم أقعد فيه أذاكر، هتلاقي الأمور كلها ماشية معاك بهدوء. مشكلتنا كلنا بنيجي قبل الامتحان ب 24 ساعة و 48 ساعة و 72 ساعة، يا باشمهندس أنا ما خلصتش حاجة خالص وهبدأ أذاكر دلوقتي، هل ألحق؟ بس ده طبعا هقول له إيه يعني؟ واحد هقول له أه إن شاء الله تلحق، بس طبعا هيلحق إيه؟ ده مضطر إن هو يقعد يذاكر في ال 72 ساعة 72 ساعة عشان يلحق يخلص الكمية أو يفهم حتى، لأن إحنا خلي بالكم مش حفظ على قد ما هو فهم، فأنت عشان تفهم هتاخد وقت شوية، وعشان تطبق محتاج برضو وقت. فليه ليه ليه احنا من اول ستيب كده هنعملها مع بعض ان شاء الله، يمكن الاسبوع ده باذن الله هنبدا مع بعض في البارت اللي هنبدا بيه قاعده الماده كلها، بارت 8. اعتقد ممكن ما نخلصوش في محاضره واحده، ممكن ناخده في محاضرتين. مهم جدا مهم جدا، طبعا هو كله فهم مفيهوش حاجه حفظ، وده الحلو في الموضوع، وابدا اطبق بايدي عشان اعرف اوصل لفين. تمام، أسئلة تاني؟ أسئلة خاصة بالمادة تاني يا جماعة؟ طيب أنا هوقف تسجيل